طبعا انا اشتم اليوم، لان هذا القلب ترى هو محروق. نعم محروق من ناس تافهه جدا. بس الشخص يقول لك هم ما دام تافين انت شكو حارق قلبك عليهم. يا اخي حتى الذبابه من توقف على خشمك ولا على ايدك تنزعج انت منها، فكيف هو بشر تافه واقف وموقف على قلبك؟ جايك على مود مصلحه، على مود تنفذ له معامله معينه تمشيها، ومن تمشيها بعد ما يسال عليك اتحداك يبعث لك مرسال، ولا جاي ياخذ وياك صوره، ولا جاي يتباهى بيك قدام الناس كان انت ميداليه طالع ويا وقاعد بالنادي بكافتريا معينه يقول ما شاء الله انا حبيت فلان. الى متى انت؟ الى متى تشوفني بهالعين الرخيصه وانا ما اعرف؟ وبالتالي حرامات كشفنا انه هو يشوفنا بعين صغيره كان احنا ميداليات. يكشخ بينا هو يريد، هو شخص مصلحتي يحب نفسه، ما يعرف يحب بس نفسه. الشخص هذا اللي في حياتك احذفه يا اخي من اليوم، خله يروح ما يفيد. ما يفيدون ولا يوافون، ما يسوون دمعه وعرف يخون.